ترنيمة وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود. ترنيمة وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي يسود. من فيض القلب عرفان وحب، ترنيمة جديدة برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود. ترنيمي وعود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سلام المسيح معكم أحبائي، وبرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج ترنيمة وعود. في البداية بحب أشكر كل الأشخاص اللي بيبعتوا مسجز وبتصلوا وعندهم اقتراحات أو أسئلة أو تشجيع، كله بيفرق وكله بيشجع في البرنامج. أشكركم وأصلي رب بارك حياتكم دايما. ترنيمتنا اليوم اسمها أنا مين وأنت مين، وهي من بداية مشواري مع الرب، من الترنيمة اللي فرقت معي. كنت بتأمل في المزمور الثامن اللي بيبتدي في أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات ومن أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا. بتتكلم عن جلال وعظمة الله، وبتتكلم عن مخلوقاته وعظمته في هاي المخلوقات في الأرض والسماوات وإلى آخره، من ما يعظم هذا الخالق العجيب. بعدين لما بيوصل لعدد أربعة بيقول: فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده؟ خلاني أفكر كتير أنا مع نفسي أنه هذا الإله العظيم، الإله المكتفي، الإله الممجد في ذاته، بيهتم لمخلوق ترابي مثلي أنا الإنسان، وبعني له شيء وبيعطيني قيمة في محبته إلي وفي إرسال ابنه كلمته المتجسدة عشاني. أنا كنت أشوف الموضوع عام جداً، أنا ابن عيلة مسيحية وربيان في المفاهيم المسيحية، المسيح انصلب عشاننا، والمسيح أجا عشاننا ودفن وقبر وقام عشاننا. بس الموضوع صار ياخد معي صورة شخصية أكتر، صرت أسأل نفسي أنا مين، أنا مين أمام ما عملوا معي هذا الإله العظيم. بترتب علي مسؤولية كبيرة، شفت أنه مسؤولية في معاملتي معه، في مخافتي أني أخسر علاقتي لهذا الإله العظيم. فصلاتي إلي وإلك يا أخي المشاهد يا أختي المشاهدة، إنه نعرف إحنا قيمتنا مين، إنه قيمتنا بس في الرب له كل المجد، ونعيش حسب هاي القيمة، ونعيش حسب الاسم اللي دعي علينا، ونكون أهل أن ندعى مسيحيين فعلا. صلاتي إلي وللجميع. كلمات ترنيمة أنا مين وإنت مين بتقول أنا مين وإنت مين، وشو هالقيمة اللي فينا؟ رب المجد بصورة عبد ينزل حتى يفدينا. شكرا لك يا فادينا، مجدا لك يا فادينا. الله أحب الإنسان واهتم في خلاصه أكيد، ودفع أغلى الأثمان وحررنا وكنا عبيد. هللويا هللويا هللويا، شكرا لك يا فادينا، مجدا لك يا فادينا. والبيت الثاني بيقول: رب المجد علينا جاد بكل نعمة غنية، أخلى نفسه من الأمجاد ليشفع فيك وفيي. هللويا هللويا، شكرا لك يا فدينا، مجدا لك يا فدينا. وتحمل عنا المرار والإهاني والعذاب، ومات في كامل الاختيار ليصالحنا مع الآب. هللويا هللويا، شكرا لك يا فدينا، مجدا لك يا فدينا. ولسه خلاصه متاح لكل اللي بيؤمن فيه، أبدية هنا وأفراح لما في المجد نلاقيه، مبارك اسمه. هللويا هللويا، شكرا لك يا فادينا، مجدا مجدا لك يا فادينا. تعالوا نسمع الترنيمة مع بعض. ترنيمة وعود. مقام الترنيمة هو مقام الرصد، وأنا اخترت درجة الدو أو درجة السي.
طبعا الدوري مي فاصولا تي بالنظام اللي تعودنا عليه في بلادنا، لكن في أمريكا هنا وفي أوروبا بيستعملوا نظام جديد اللي هو سي دي إي إف جي أي بي سي، فالدو يعادلها سي. والرصد في رباع أو هاف فلاتس وهاف شاربس، نوتين في المقام سي دي، أول نوتة الرباع الإي إف جي أي، سو المقام كمان مرة زي ما لاحظتوا الاستعمال العام في البياتي النوتة السابعة بتكون ربع في الطلوع في المقام ونص في نزول، فالبي وفي نزول ينزل حتى يفدينا، أنا مين وأنت مين، شو هالقيم اللي فينا، رب المجد صورة عب ينزل حتى يفدينا، شكرا لك يا فادينا، مجدا لك يا فادينا. الإنسان واهتم في خلاصه أكيد، ودفع أغلى الأثمان، حررنا وكنا عبيد. الله أحب الإنسان اهتم في خلاصه أكيد، ودفع أغلى الأثمان، حررنا وكنا عبيد. هللو هللويا هللويا هللويا، شكرا لك يا فادينا، مجدا لك يا فادينا. رب المجد علينا جاد بكل نعمي غني، أخلى نفسه من الأمجاد لا يشفع فيك وفي. رب المجد علينا جاد بكل نعمي غني، أخلى نفسه من الأمجاد لا يشفع فيك وفي. هللويا 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 هللويا، شكرا لك يا فادينا، مجدا لك يا فادينا. وتحمل عنا المرار والإهانة والعذاب، ما تفكام الاختيار ليصالحنا مع الآب. وتحمل عنا المرار والإهانة والعذاب، ما تفكام الاختيار ليصالحنا مع الآب. هللويا 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 هللويا، شكرا
مجدا لك فدينا. ولسه خلاص متاح لكل اللي بيؤمن فيه أبدية هنا وأفراح لما في المجد نلاقيه. ولسه خلاص متاح لكل اللي بيؤمن فيه أبدية هنا وأفراح لما في المجد نلاقيه. هللو شكرا لك يا فدينا مجدا لك يا فدينا. انا مين وانت مين شو هالقيم اللي فينا؟ رب المجد صورة عبد ينزل حتى يفدينا. انا مين وانت مين شو هالقيم اللي فينا؟ رب المجد صورة عبد بينزل حتى يفدينا. شكرا لك يا فادينا مجدا لك يا فادينا. شكرا لك يا فادينا مجدا 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 لك يا فادينا. شكرا لك مجدا لك. مبارك اسمك القدوس يا سيد، لأنك فعلا أنت مستحق المجد والسجود والعبادة يا فادينا. وبودعكم مع تقسيمة عود، وبصلي رب يبارك حياتكم لحد ما نلتقي في المرة اللي جاي. سلام المسيح. ترنيمة وعود.